مع مواكبتنا للتظاهرات وشمشيو مع زميلنا وديع برحومة في مدينة برقة الجميلة ومواكبة لمهرجان حلمة البارح واليوم في تظاهرة تعنى بحماية المحيط ونشر ثقافة السلام. أكثر تفاصيل معك وديع. صباح النور. شكرا لك ألفة. إذا اليوم النقل من عاصمة المرجان تبرقة اليوم اليوم العالمي للأرض، هذاك علاش جمعية شباب وأفاق فكرت في المشروع هذا حلمة اللي هو حلمة التوانسة كل حقيقة انطلاقا من مهرجان المصابيح المضاءة. سعيد هذا الصباح باستضافة السيدة أمال الزنادي رئيسة هذه الجمعية، مرحبا بك. شكرا. أيضا مدير المخزن الثقافي محمد علي بن جمعة يحضر معنا، مرحبا دري. أهلا وسهلا. دلي ولا محمد علي؟ اليوم دلي، نهار الأحد. نهار السبت. سيدة أمال، إذا هات ناخذوا فكرة، المهرجان انطلق البارحة، فما مواكبة من أهالي الجهة الكل مدينة تبرقة، وإن شاء الله اليوم تعولوا على استقطاب جمهور من خارج مدينة تبرقة. صحيح، هي في الحقيقة حلمة السنة هي الدورة الثانية من مهرجان فوانيس الطائرة. السنة الفارتة كانت معناها تظاهرة محلية، كان صغيرة تأسيسية نجم نقول. فوالا جوستومون، قلنا خلينا نجربوا سيت ان اكزارسيس، قلنا خلينا نكبروا التظاهرة السنة وتمتد على نهارين. في الحقيقة هي حلمة نحتفلوا كل عام، تعرف أنت اليوم العالمي للأرض. نعم. اللي نحتفلوا به كل 22 أفريل، السنة 22 23 طولنا في المدة نتاع الاحتفال. نعم. نحتفلوا مش بالأرض بركة، نحتفلوا بالحياة، نحتفلوا بالمحبة، نحتفلوا بالأمل. إن شاء الله تظاهرة البارح كانت ناجحة، ثم جمهور كثيف جاء. قداش تقريبا اللي واكبوا صارت البارح؟ والله يمكن في 2000 2500، أكثر ما تعرف أنت. البارح جمعة مازالوا ما خلطوش، على خاطر ثم برشا رحلات منظمة اليوم. كل النزول يظهر لي كومبلي اليوم، الجماعة الكل جايين. رغم من برشا نزول مسكرة في تبرقة اللي هو معضلة كبيرة. هي كانت مشكلة جيستومون باش نسكنوا، معناها الحمد لله إن شاء الله جايين، ثم وصلوا مازالوا جايين. البارح احتفلنا، جاوا معانا تو بعد يحكي محمد علي على قوم ابني، مشكورين انضموا لينا السنه هذه. كيف كانت ثم زاد نحوت، معناها عملناهم بالمناسبه. لا مش حقيقيه، ثم منحوتات بلوتو في الشارع يعني. نعم. صحيح. كيف عملنا عروض فرجويه، بدات من الاربعه نتاع العشيه، بدينا بزومبا دانس ماك دانس حفلها، وثم رقص كل شيء على شاطئ البحر ومجاني. نعم. معناها الدخول مجاني. نعم. للعباد الكل خلي يتفرهدوا، هي فرحه، حبينا نحتفلوا معناها فرحه بيتم معنى الكلمه. كان كيف تشوفوا فيها الباند هذيا عرضت البارح، ومش باش ناخذوا نموذج شباب تبارك الله. فرحانين اندروتس، هي فرقه جديده زاد نتاع موسيقى. نعم. كيف جاء انضم لنا زاد حاتم القروي بعرضه باسبورت، معناها كان شيء ممتع، تفرهدنا البارح وكان فريمون شيء شيخه، معناها حتى الطقس القمره والبحر، وتشوفوا انتم الكونتكست كله نتاع فرحه ونتاع احتفال. في الختام سيده امال، يبدو لي الدعوه مفتوحه للساده المشاهدين للالتحاق بمدينه تبرقة، مازال فما الوقت. هو صحيح، هو راه باش يلتحقوا بينا هما من المناطق الجمهوريه الكل. قلنا عمناه ما هو محلي سنه وطني، وان شاء الله عام الجاي نمشيو للخارج، حتى نمشيو خارج جوستومون انترناسيونال. اليوم دالي قنا معنا مع ثمانيه ان شاء الله. كيف ثم زاد عرض نتاع مسرحيه روميو جوليت بتبرقة اللي باش تعرض اول مره في الحسن الجنوي، هي باش تحكي على تاريخ الحسن الجنوي، وبعد باش نونفالونسي لي لونتيرن في السماء، كل واحد باش يرمي حلمته معاه. تعرف انت الحلمه سي لونتيدوت نتاع الكوشمار، احنا ضد الوحده، هي التحدي. هو من شباب، هي جمعيه شبابيه، كان انا فوق كلهم تحت 30، انا فوق 40، كلهم تحت 30، حبوا في يدهم، عرفوا الا بيدهم يكمل المستقبل، معناها كان ما يتحركوش هما ما يجبش. على فعل شبابي 100% النجم. الحمد لله الحمد لله، والله فرحانه بهم، ويعطيكم الصحه ومرحبا بالناس الكل من تونس. شكرا. ان شاء الله نفرحوا الناس الكل. شكرا وديع. اذا قم ابني للمحطه اليوم في تبرقه، ويظهر لي الشباب زاد مشاو الباجه، يعني جات باجه وجندوبه كلها، يعني في فعل بناء حقيقي في الويكاند هذه. دلي حابين نلتحقوا بالحلمه، وفي نفس الوقت نحلموا بكل واقعيه، ونقولوا قم ابني وقم نظف بلادك، قم احتفل، وقم زاد حافظ على بلادك. في نفس الوقت نكرموا الناس اعطاو لتونس وقاعدين يعطيو، كيما صالح الماجري اللي هو شامبيون كبير في الباسكيت، يلعب في دالاس وهو من منطقه، معناها من ولايه جندوبه. في نفس الوقت نشكر الجمعيه باش نحلموا مع بعضنا، لكن
الحلمة تستمر عام كامل، الناس اللي هنا المواطنين باش يحميوا بلادهم وينظفوها، خاطر بلاد جميلة تونس الكل. لكن توا نحكيوا على تبرقة، تبرقة معناها كما تقول انت حاسدين عليها، تبرقة مزيانة برشا وفيها، اذا احنا تشهرت بالجاز يلزم الموسيقى والفن خيرها تشهرت بالجاز، لكن كانت فما مهرجانات موسيقى العالم على امتداد السنة ان شاء الله، يعني الحلمة هذه ترجع لمدينة تبرقة، لانه كانت على امتداد السنة فما تظاهرات تعنى بالموسيقى انطلاقا من الجاز. واذا حلمنا بكري نحكيوا في الاوف، يمكن نحلموا نعملوا مخزن ثقافي في تبرقة، علاش لا؟ طاقة ايجابية، والبادرة هذه قوم ابني قاعدة تتنقل تو في بيجا باش نكرموا المرحوم ابراهيم باباي اللي هو من بيجا، سينمائي كبير ومات الله يرحمه عام 2003، حبينا نكرموه في نفس الوقت نكرموا الناس الحياة اللي قاعدة تعطي زاد للبلاد. هذا هو معناه توا نسميه، وعملنا 19 ولاية في تبرقة، حفلنا امبارح واليوم زاد باش نحفلوا معاهم ونكتبوا قوم ابني في الحلمة اللي باش تطير ونبنيو مع بعضنا، والناس الكل اللي تسمع فينا من الولاية. هب دعوة مفتوحة من خلالك محمد علي للناس اللي يشوفوا فينا للالتحاق بمدينة تبرقة الليلة، لأنه أجواء خاصة وخاصة جدا. التوانسة كل حتى في منطقته، حتى كي يكون في قفصة يحلم معنا ويحاول يبني بلاده، يحاول ينظف، يحاول يعطي بوادر إيجابية. هذا هو اللي به الفايدة، نقوم نبنيه ونحلموا مع بعضنا، وتحية تونس. إذا كانت هذه المصافحة الأولى انطلاقا من مدينة تبرقة، توا باش نخليكم مع نموذج من الموسيقات اللي تقدمت البارح وباش تتقدم الليلة انطلاقا من المجموعة هذه، مجموعة من تبرقة، من شباب تبرقة، اللي أكيد كلها أحلام وكلها حلمة، والحلمة الليلة باش تنطلق انطلاقا من مدينة تبرقة. تفضلوا. مهرجان حلمة، في هذا هو مهرجان حلمة البارح واليوم في تبرقة وباش يتواصل. إذا مرحبا بكم مرة أخرى، ونرجع مرة أخرى مع زميلنا وديع برحومة من تبرقة في تظاهرة حلمة. الكلمة ليك وديع. شكرا لك ألفة. إلى المحطة الثانية والأخيرة من مدينة تبرقة، والدعوة مفتوحة لجاليتنا المقيمة بالخارج لزيارة مدينة تبرقة، خاصة فترة الحجوزات الآن وقضاء العطلة الصيفية، لأنه تبرقة من الأقطاب السياحية المهمة، واللي يجي لتبرقة أكيد ما يندمش. معايا سي طارق الغرايري ممثل مؤسسة فندقية في مدينة تبرقة، واللي السياحة شأنها شأن المناطق التونسية الكل، تشكو يعني صعوبات كبيرة، باش نحكيو معاه على انعكاس مثل هذه التظاهرات وهذه البادرات من
من المجتمع المدني على السياحه التونسيه. ايضا سي حكيم عمايري ممثل جمعيه افاق وشباب، مرحبا بكم الزوز. سي حكيم، اذا كما قلنا يعني مهم تفاعل المجتمع المدني في اتجاه يعني الحراك الاقتصادي والسياحي خاصه بالنسبه لمدينه برقه انطلاقا من مشروع حلمة. بالطبيعه مثل هذه التظاهرات عندها انعكاس كبير على السياحه بمدينه برقه، على خاطر في الوضعيه الحاليه نتاع البلاد وفي وضعيه نشوف فيها نتاع الارهاب والناس خايفه من باش يجيو لتونس ويجيو لتبرقه، دونك مثل هذه التظاهرات باش تعاون برشا. وان شاء الله احنا كشباب وافاق، جمعيه شباب وافاق اللي انطلقنا من مهرجان حلمه في دورة الاولى في النطاق نور قاعده تشوش النطاق المحلي، ان شاء الله السنه تجاوزنا النطاق المحلي باش على النطاق الوطني، ودخلنا شويه بمشاركه بعض الجنسيات ان شاء الله في الكرنفال دو لابيل باش يصير العشيه، وان شاء الله في الدوره الثالثه باش نحلموا اكثر ويكون المهرجان عنده اشعاع عالمي باش نجموا نستقطبوا، ويكون المهرجان هذا اداه باش يشجع السياحه في مدينه برقه وفي تونس بصفه عامه، وبينوا انه الجو في تونس جو باهي، جو فيه ثقافه، فيه الشباب اللي قاعد يحلم باش نجموا نجيبوا السياح من برا ان شاء الله. واضح، شكرا لك. سي طارق، كممثل مؤسسه فندقيه، مدى انعكاس التظاهرات الثقافيه؟ لانه اللي يقول تبرقه يقول جاز، يقول كانت اكثر من 5 مهرجانات، لان ان شاء الله بدات الروح هذه تعود شويه، مدى انعكاسها على عليكم كمشتغلين في القطاع السياحي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قبل كل شيء رحبوا بكم وبالتلفزه الوطنيه. بالنسبه لهذه التظاهره لها انعكاس ايجابي جدا على مستوى المنطقه وعلى مستوى النزول سياحيا. نتمنى ان التظاهرات هذه تكون موجوده طيلة السنة، مش ترتكز في الصيف على مستوى مهرجان الجاز. نتمنى المهرجانات اللي معروفة بها متبرقة، الجاز، الراي، اللاتينوس، انعكاس هذه التظاهرات على السياحة اللي تعيش أزمة حقيقية في مدينة متبرقة. صحيح، هذا من غير شك أن السياحة تمر بأزمة كبيرة ياسر وصعوبات كبيرة ياسر. مثل هذه التظاهرات ترجع بالنفع على مستوى مدينة متبرقة، على مستوى الجهة ككل بشكل عام، وعلى مستوى السياحة بالذات. معناها نتمنى أن التظاهرات الثقافية دائما تكون موجودة على يعني التنشيط الثقافي مهم بالنسبة لكم؟ مهم جدا، التنشيط الثقافي والسياحي مهم جدا، ونتمنى أن يكون على مدار طول السنة، ما يكونش مختصر على كما يقولوا احنا على السيف وكهو. نعم. طبعا المساحة هذه مخصصة لجاليتنا التونسية المقيمة في الخارج، دعوة من خلالك لجاليتنا في مختلف أنحاء العالم لقضاء عطلة الصيف في مدينة تبرقة، خاصة مدينة تبرقة يعني تتميز بسحرها، ببحرها، بجبلها، يعني منتوج سياحي متميز ومختلف على مختلف مناطق الجمهورية. أكيد بالنسبة لتبرقة من الأحسن المناطق على مستوى البلاد التونسية، تمتاز بالبحر، بالجبل على مستوى خاصة عند راهم الجبال. نقولوا لخينا المهاجرين ان شاء الله معناها يجيو بحذانا لتبرق يقضيو احسن عطله في السيف والا على مستوى في كل وقت على مدار السنه. ونقطه اخرى نحب نوصل صوتي فيها اللي هي نتمنى ان المطار معناها يرجع يشتغل معناها على مدار طول السنه، خاطر يرجع بالنفع ايضا على مستوى الجهه الكل ان شاء الله. شكرا لك. باش نوصلوا لقاء معتز، يظل حاضر هو والاولاد. مرحبا بك معتز. اهلا وسهلا. انت مجموعه يعني تمثلوا جهه تبرقه، واحكي لي على الاجواء العامه وهذه الفرصه اللي تمثل بالنسبه لشباب تبرقه لتقديم ابداع. عندنا توا بريسك شهر نخدموا على ليفينمون، الجروب عمره عام يعني لهنا، واول كونسير كبير لعبناه معناتها الجروب. كيفاش كان تفاعل الجمهور معك؟ كان تحفون برشا، يعطيهم الصحة العباد اللي جاوا البارح ولادنا معناتها ولاد عند الروس الكل، يعطيهم الصحة، الحضروا زادة وكهو. ان شاء الله بالتوفيق. خلينا نسمعوا نموذج آخر من الموسيقى اللي تقدمت البارح، تفضلوا الخط عندنا. اوكي باهي.
شكرا لك وديع مباشرة من تبرقة.